سنة لمدة 86 يوم ابتداء من هذا اليوم، من تاريخ نشر هذه اللعبة على قناتي طبعا. وبعدها سوف تغلق هذه النسخة التجريبية. بالنسبة أيضا لنسخة الاي او اس، بالنسبة للايفون يجب عليكم طلب النسخة أولا، وبعدها سوف تتوصلون برابط التحميل على الإيميل الخاص بكم، وسوف يأخذكم مباشرة إلى المتجر من أجل تحميل النسخة. وهذا ما حدث معي شخصيا، وقمت بتحميلها على هاتفي أيضا الآيفون، وحملت اللعبة أيضا على هاتفي الأندرويد، لكن قررت ألعب على هاتف الآيفون لأنه العديد من الأشخاص يعني شاهدتهم لم يقوموا بجعل رابط التحميل للآيفون، وذكروا بأنها سوف تطرح قريبا، ولكن لا إخواني، اللعبة متوفرة وكما شاهدتم في بداية الفيديو رسميا على هاتفي الآيفون أيضا. أوكي، هنا يعني خطوات بسيطة جدا كيفية اللعب في هذه اللعبة. الجميل في الأمر إخواني كيفية النزول ومن ماذا سوف تنزل، يعني لا من طائرة ولا من باص ولا من أي شيء مثل في فورتنايت. صراحة طريقة النزول مذهلة جدا إخواني، وسوف تشاهدونها أيضا في هذا الجيم بلاي. حاولت التغيير على الإعدادات أيضا. يمكنكم التواصل صوتيا إخواني، يعني نفس الشيء في لعبة روس أوف سيرفايفل، تفعيل المايك، تسمع أصدقائك وكل شيء فيها. المراحل الموجودة بها، أوكي، هنا سوف نختار الجودة كما تشاهدون على الإلترا. أوكي، هنا سوف أختار هيج، يعني حتى أشارك معكم عفوا هذه اللعبة بأعلى الإعدادات. أوكي إخواني، الحين اللغة يعني كما تشاهدون متوفرة فقط الإنجليزية والصينية. هنا من أجل إرسال طلب صداقة، ولمن أراد إرسال الطلب لي فأكيد يرسل الطلب، مثلا فارس يعني تقوم بإرسال الدعوة، البحث أولا ثم إرسال الدعوة. لمن أراد إرسال دعوة لي سوف تجدون رابط اسمي بهذه اللعبة في وصف هذا الفيديو. فراند حاليا ليس لدي أي صديق. أوكي، الحين سوف نختار كيفية اللعب. وأولا الملابس إخواني، هاتي السكنات الموجودة بهاتي اللعبة حاليا. أوكي، يمكنكم تحصيل يعني النقود وبعدها تقوم بشراء هاتي السكنات، صراحة جميلة جدا. لكن شيء فريد إخواني لم أقتنع به بشكل كبير، وأتمنى أن يقوموا بتحسينه، ويعني لو كان بها منظور الشخص الثالث لكانت أحسن يعني من وجهة نظري إخواني. وكما تشاهدون هنا من أجل اختيار المود سولو أو دو أو تريو، يعني بمعنى لا يمكنك اللعب سكواد، فقط ثلاث أشخاص أو اثنين أو أن تلعب سولو يعني بمفردك. أوكي، سوف نختار لعب ثنائي دو، وسوف نقوم بالدخول ماتشينج ثم ستارت. سوف ننتظر اكيد الى ان يتم ادخالنا على السيرفر. حاليا متوفر بها سيرفر واحد فقط لانها نسخة بيتا. ايضا احاول ان اشارك معكم كل المعلومات التي يعني حصلتها عن هذه اللعبة حتى لا تقعون في اي مشكل لاحقا. بالنسبة للاصدار او للتوافق بالنسبة لنظام الاندرويد، من نظام 4 فما فوق، بالنسبة للاي او اس من 8 فما فوق، يعني هذا كل ما في الامر. الرام بالنسبة للاندرويد لم اعتقد 1 جيجا رام، ونفس الشيء بالنسبة للايفون. اوكي، سوف ننتظر الدخول، وشاهدوا معي طريقة الدخول اخواني والنزول لهذا اللعب، يعني لا توجد طائرة ولا اي شيء، سوف تشاهدون ما الذي الشيء الذي سوف يقوم بالنزول منه. اوكي، سوف ننتظر قليلا. جيد، الحين دخلنا. اوكي، هنا وكأنها جزيرة التي نكون بها الحين. هذا الشخص الذي معي كاكاشي. اوكي، هذا هو الاسم على ما اظن، واسمي كما تشاهدون ايضا. الماب موجود نفس الشيء الخاص بكل العاب باتل رويال، لكن الايقونات عديدة جدا اخواني. اوكي، الجودة لازالت كما هي، يعني لم يقوموا بتغيير اي شيء، اوتوماتيكي جعلوها كما اخترنا نحن. والماب صحراوي كليا اخواني، يعني الحين هي نسخة تجريبية، واتمنى ان يضاف بها منظور الشخص الثالث،
يعني سوف تصبح تشبه بشكل كبير غيلم رويال. شاهدوا معي، هذا هو الباص الخاص بنا، يعني لا توجد طائرة ولا أي شيء، هذا هو التنين الذي سوف يقوم بنقلك. وشاهدوا بعد النزول إخواني كيف سوف تفتح معك المظلة إخواني، الجليد الخاص بك شاهدوا ما الذي سوف يحدث. أوكي، أحاول أن أريكم كل شيء. هذا هو الماب الذي سوف نقوم بالنزول إليه، أكيد أننا سوف نقوم بالدخول إلى السيف زون وكل شيء. بالنسبة لعدد اللاعبين حاليا 42، لست أدري هل كلهم، على ما أعتقد أنهم لاعبين حقيقيين كلهم، لا أعتقد أنه فيها أي بوت في هذه اللعبة. شاهدوا، هذه هي المظلة التي سوف تقوم بالنزول، يعني نسر شوف سوف يأتي ويأخذك من أجل النزول ببطء كما تشاهدون. أوكي، دعني صراحة إخواني لو يتم إضافة بها منظور الشخص الثالث سوف تصبح لعبة رهيبة جدا، وحتى الجرافيك كما تشاهدون يعني عالي جدا إخواني بهذه اللعبة. شاهدوا، للأسف إخواني لم أذبح أي شخص في هذه اللعبة لأنها كانت أول نسخة، أول تجربة لي طبعا في هذه اللعبة. أيضا يمكنكم أخذ الأحصنة كما تشاهدون، يعني هو تقوم بالدخول في السيزون. والله لعبة ممتعة إخواني، وأكيد أني لن أقوم بحد فيها، وسوف أجري جيم بلاي آخر يخص هذه اللعبة، لأني أرسلت حتى رابط التحميل إلى صديقي جلالي من أجل أن نقوم بجيم بلاي آخر، والأكيد أنه سوف يكون يعني يمس كل شيء يخص هذه اللعبة، لأنه الحين مجرد مراجعة أولية لهذه اللعبة عفوا لا أكثر ولا أقل. ولكن على العموم في الفيديو القادم بإذن الله، لن أحدده هل سوف يكون فيديوهات قبله أو بعده، ولكن الأكيد أني سوف أجري جيم بلاي آخر بهذه اللعبة. وكما أخبرتكم من أراد إرسال الدعوة لي فاسمي سوف تجدونها في وصف هذا الفيديو في الخاص بهذه اللعبة. تقوم بفتح تشاست كل شيء، الصناديق، استخدام الأدوية، كل شيء إخواني. الأسلحة إخواني صراحة لم أحصل إلا في آخر الفيديو، لكن استمتعت بهذا الحصان أكثر، يعني أكثر شيء أعجبني بهذه اللعبة، لهذا أخبرتكم أنها تشبه أيضا نفس مضمون لعبة باتل رويال التي تحمل اسم ريلم رويال، وهي لعبة أيضا جديدة جدا تخص ألعاب باتل رويال وبها الأحصنة وكل شيء، يعني هذه اللعبة قريبة جدا منها. وكما أخبرتكم هي من شركة نت إيس. المهم إخواني لن أطيل عليكم في هذا الفيديو، دمتم في رعاية الله وحفظه. أخي إن فادك الفيديو أفادك الشرح لا تبخل عليك كالعادة بمشاركته والضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل بكل جديد الفيديوهات. أما الحين فدمتم في رعاية الله وحفظه، وسوف أترككم مع نبدأ بقية الفيديو بشكل مبسط لا أكثر ولا أقل حتى لا أطيل عليكم، ففرجة ممتعة وإلى اللقاء.